هيدخل المناظرة؟ طبعا هيدخل وهيكسب فوزي علام كمان. امال ايه؟ فاروق جامد، سايبه عمال بيقرا. ده جاهل ولا بيعرف اي حاجة في اي حاجة. وانت اللي نفخته وخليته يتصدر. وانا مالي انا؟ بجد بقى انا مالي؟ ابنك اللي غاوي منظرة ومرياسة، هو كل مصيبة تحشره ورنوش فيها؟ ظالمينك احنا، معلش. طول عمركوا ظالميني، كل واحد عايز يلبس مصايبه الونوس. مال انا ومال بلاويكوا السودة؟ قولي انا بعمل ايه؟ انا كل اللي بعمله ان انا ارفط الخوازي واظبطها على مقاس كل واحد واحليها في عينيهم، لكن هم اللي بيروحوا لها برجليهم. مال انا بقى؟ صحيح مالك، مفترين احنا. طبعا مفترين. انت عارف يا ياقوت ان انا بحسدكم. حسدنا على ايه؟ حياتكم رغم انها قصيره بس ممتعه، متلونه، فيها تفاصيل كتير. صحيح بتحزنوا وتفرحوا على حاجات تافهه، لكن بسطاكم. انما انا بقى، انت ايه؟ حياتي طويله بس ممله، اللي بعمله هو حياه مقرفه، عيشه تكفر. تكفر؟ ده على اساس يعني انك اوعى تكمل. عيب يا ياقوت، عيب. دي شغلتي يا ياقوت. ايه بقى الحكايه؟ ضاع الوقت في النص المظلوم ولا ايه؟ بفضفض يا اخي معاك. انا وحيد يا ياقوت، ما عنديش حد افضفض معاه. مستخسر فيها كلمتين افك بيهم عن نفسي. يعني دلوقتي لو انا افتكرت مصيري الاسود وحزنت افضفض مع مين؟ اشتكي لمين؟ اتأثرت فعلا، صدقتك. عادي يا يوسف، عادي انك تصدقني. المصيبة بقى ان انا كنت انا اللي هصدق نفسي. كنت هعيط.